بسم الله الرحمن الرحيم. الاخوات والاخوة تقدم لكم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذا التصريح الشهري المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا للفترة الممتدة من 5 يوليوز إلى 8 غشت 2022. بعد أسبوعين متتاليين من المستوى الأخضر الضعيف لانتشار فيروس سارس كوف 2 تنتهي الموجة الثانية لأوميكرون وهي الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس لتبتدئ فترة بينية جديدة هي الفترة البينية الرابعة وهنا نعيد التأكيد مرة أخرى على ان انتهاء موجه وبائيه لا يعني انتهاء الوباء، حيث سيستمر انتشار فيروس سارسكوف اثنان في مستوى ضعيف مع احتمال غير مستبعد لحدوث موجه اخرى، لكن طبعا ليس في الوقت القريب. الاخوات والاخوه، عرفت بلادنا موجة رابعة للانتشار الجماعي الواسع لفيروس سارس كوف إثنان ابتدأت في الأسبوع الأخير من شهر ماي واستمرت أحد عشر أسبوعا حيث تم بلوغ ذروة الحالات والتعفنات الجديدة وبلوغ الفيروس أوج انتشاره في الأسبوعين الممتدين من 20 يونيو إلى 3 يوليوز من العام الحالي ليبتدئ بعد ذلك انخفاض مستوى انتشار الفيروس بشكل تدريجي فيبلغ مستوى ضعيف خلال الأسبوعين الأخيرين حيث انخفض معدل إيجابية التحاليل من 22.6% خلال الأوج إلى 3.2% خلال الأسبوع الأخير مع تسجيل مؤشر 0.83 لتوالد الحالات. ولا يزال أوميكرون هو المتحور الوحيد المنتشر ببلادنا. مع هيمنة المتحور الفرعي بئة 5 ب 82.5% يليه بئة 2 ب 10.5% فمتحورات فرعية أخرى لأوميكرون بسبعة بالمئة وفق آخر تقارير المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي. خلال هذه الموجة الرابعة للانتشار الجماعي الواسع للفيروس، تم تسجيل 999 حالة لكوفيد الوخيم، أي الحالات الخطيرة والحرجة في المجموع. ومقارنة بالموجة الأولى لأوميكرون فإنه تم تسجيل وحد حالة لكوفيد الوخيم أي أن الموجة الحالية كانت أقل ضراوة ب 76% وهو ما يعزى إلى كسب المواطنات والمواطنين مناعة طبيعية ولقاح ولقاحية ضد الحالات الخطيره والحرجه ووفق التحليلات الوبائيه التي يقوم بها المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحه العامه بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه فان عدد حالات كوفيد الوخيم التي تم تفاديها خلال الموجه الحاليه بفضل الحمله الوطنيه للتلقيح وجرعاتها المعززه يقدر ب 931 حالة. ومع انخفاض ضراوة الموجة انخفض كذلك معدل الإماتة أو مؤشر الفتك، حيث سجلت خلال هذه الموجة 182 حالة وفاة رحم الله الجميع مقابل 1182 حالة وفاة خلال الموجة الأولى لأوميكرون. اي بانخفاض يعادل 85% بين الموجتين ووفقا لتحاليل مركز طوارئ الصحه العامه بوزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه فان عدد حالات الوفيات التي تم تفاديها خلال الموجه الاخيره بفضل الحمله الوطنيه للتلقيح خاصه جرعاتها المعززه يقدر ب وثمانين حالة وفاة. وبالنسبة للوفيات المسجلة فقد بلغ معدل السن 71 عاما و93% منهم رحمهم الله جميعا يعانون من أمراض مزمنة. وعلاقة بالحملة الوطنية للتلقيح فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة 18.3% من مجموع المواطنات والمواطنين كما تلقى 30 ألف مواطن ومواطنه الجرعه التذكيريه وفي الختام فإن بلادنا ستدخل فتره بينيه هي الرابعه منذ بدايه الجائحه ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس مع التذكير على انه يبقى دائما كما كانت الفترات البينيه السابقه احتمال اصابه واردا واحتمال الاصابه بكوفيد الوخيم كذلك امر وارد وان كان ضعفا ومنه وبالنظر الى احتمال تسجيل موجه اخرى مستقبلا يبقى امرا غير مستبعد وفقا لما تؤكده المنظمات العالميه المتخصصه في الصحه العامه والأوبئة فإن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تستمر وتلح في دعوة كل الأشخاص الذين تفوق أعمارهم ستين سنة أو الأشخاص البالغين 18 عاما فما فوق والذين يعانون من أمراض مزمنة تدعوهم إلى استكمال جميع الجرعات اللقاحية بما فيها الجرعه المعززه بعد مرور اربعه اشهر من الجرعه الثانيه والجرعه التذكيريه بعد مرور سته اشهر من الجرعه الثالثه المعززه كما تدعو وزاره الصحه والحمايه الاجتماعيه الاشخاص الذين تظهر عليهم اعراض تنفسيه الى ارتداء الكمامه والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى للمسط... المؤسسات الصحية للتشخيص وتلقي العلاج المناسب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما تنسوش تابوناو معنا فلاشين وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي